السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشوف هذا الانفرتر ونشوف مشكلته. هذا الجهاز قل صاحبه كل يوم بصلحه ثاني يوم بينضرب، كل يوم بصلحه ثاني يوم بينضرب يوميا. بنحرقوا الفيوزات كمان، وقال انه يعني هلق اذا بتفكوا بتلاقي فيوزاته مضروبات، فهلق بنشوف فعلا هو في فيوز مضروب، بس خلينا نفك لانه ربما يكون واصلين بسلك. يعني عنده دوام صاحبه قال لي عندي صار دوام، يعني بناء على كلامه انه كل ما بشغل ثاني نهار لازم يكون مضروب. اشتغل الجهاز فعلا لقيت فيه مفاجأة، ما بعرف المفاجأة اذا هو فيه شيء مفاجأة او لا، انه كان احد الترانزستورات الدخل اللي راكب هذا الترانزستور او هذا كان راكب، هذا 740 راكب بالدخل، تمام؟ واحد اثنين هذول بالخارج كانوا اثنين مضروبات، واربعة في الدخل، في واحد متفحم خالص، يعني ست ترانزستورات. يعني لقينا انه راكب 740 بالدخل. هلق الفيوزات، هذا مضروب، هذا ما في شيء مبين. مبين ما في شيء. مضروب. هلا مانو مضروب. نشوف. بس هذا. ونشوف. طيب نعمل فحص. هذا الخرج مضروب، تمام، شغال. يعني هذا مضروب، إذا انضرب الخارج فبدي يحرقه للدخل، فبدي يتلفه للدخل، يعني لازم يتلفه، يعني ضروري يتلفه. لأنه ما في حل ثاني، يعني
خلينا هيك كمان يعني نعدل هذا الحام. شوف رقمه 460، ثمانية وعشرين، 26، لا بأس. نشيل هذا الفيوز. الفيوز الثاني ومثل ما قلنا لكم سابقا بالنسبة للفيوز بنطبق عليه المثل من دهنه قليله يعني نفس هذا الفيوز ترجعه بالشكل هذا بهالشكل، ما في حاجة تحط جديد لأنه هذا كافي، هذا كافي ووافي لأنه يكون فيوز ممتاز. ركب الفيوز الحم والحام جيد. بنشغل يعني انا من البدايه شغلته ما اشتغل بس ليش ما بعرف. هون هاي الطريقة خطأ، هاي وصل هالمروحة بشكل مباشر خطأ. نشغل لنشوف هيك. طيب نقيس هيك متناوب وهيك مستمر. هاي 250 وعطيناه مباشر 290، تمام. لحد الآن ما في شيء يعني من الغموض او الصعوبة او الى اخره، يعني ما في شيء منه طبيعي، كله طبيعي.
لا وقت لعب ينضرب. ترانزستور بالخرج. بدي ينضرب الدخل، اي بس لكن هون الدخل ما انضرب. ضرب الفيوز. يا رب نرجع نكمل شو نتفقد هون، مركبين له فيوز على الاغلب انه شغال ما في شيء. شغال على فكرة الفيوز ما كثير بيحمي الجهاز. شروطه الفيوز له شروط انك تركبه لحتى تحمي فيه، وما بينضرب الفيوز الا بيكون في بعض اجهزة ما بينضرب الفيوز الا بيكون ضرب كثير من العناصر. هاي 3 كيلو، هاي هي نظامية. طبعا هي 3.32 ما في مشكلة، فبنقول 3 كيلو. هذا الديود اللي معها، هذا هو، وهاي المقاومة أنا شايفها ملعوب فيها. قيسة هاي 150 كيلو عم تعطينا. جميل، هاي المقاومة اختها، شوفوا 78، عم تشوفوا ما هيك؟ شوفوا هون عم تعطيني قياسات عديدة. هذا الترانزستور اللي كان مطلوب، خلاص مضروب. هلا بقى فينا نكبه ونستقيل همه. بنفك هاي المقاومة، هاي المقاومة 82 كيلو، تمام؟ فعلا يعني في سر بالموضوع طلع. سر على اللي عم يشتغل الجهاز، نحنا ما بيناتنا اسرار. هاي المقاومة مضروبة 82، فبدنا نجيب مقاومة 82. ثواني بس، هلا هاي المقاومة الجديدة، هاي هي 82 كيلو، وهاي القديمة قسناها قبل المرة وهي راكبة، كانت تعطي قياسات هون. شوفوا هاي هي نفس القياس، يعني كأنها ما أنا موجودة. ففعلا هذا هو السبب، وهذا هو السر بالنسبة للي كان عم يشتغل بالجهاز كل يوم بيصلحه وتاني نهار بيرجع بينضرب. من الطبيعي
طبيعي الطبيعي انه الجهاز بده ينضرب، يعني شوف الدخل عم يتحمل، يعني عم يتحمل صدمات. نشوفه 3808 3506 بس اثنين ممتاز. يعني شوفوا الرقم الثاني 3906، العائلة الكريمة كلها موجودة هون في هذا الجهاز، عائلة اتش واي كلها موجودة. شوف محسن، خليكم تشوفوا الكتابي. بحاول خليكم تشوفوا الكتابي، هذا 3808، هذا 3506، تمام؟ هذا شوفوا 3906 وهذا 3808. هو أحلى شيء إنه يعني بضاعة جيدة، لو ما انها البضاعة جيدة ما كانوا تحملوا هالضرب المتكرر. شوفوا حتى فاركين الديودات، بس الديود ما له علاقة بهيك موضوع، بس الفيوزات. شوفوا على الحام كيف فعلا هو يعني ما في خبرة، ما في خبرة، ما في اتقان. شوفوا على المقاومات كيف جبل جبل من القصدير دعم. هلا نركب الترانزستور ومنشغل، نشغل ومنحمل كمان. منحمل حمل ثقيل كمان، يعني إذا بده ينضرب اللي ينضرب عندنا هون. أفضل ما يروح لعند الزبون وينضرب عنده ويرجع يقول انضرب، فمن هون اختصر وحمل. بيجي واحد هلق مثلا ممكن يسأل حاله انه معقول السبب هالمقاومة؟ طبعا طبعا الرجل عم يعاني، صاحبه عم يعاني كثير من هالموضوع. اخر شيء عجز، فجابوا لهون. الحامات هاي الحقيقة في دعم على السواق القصدير.
اشتغلوا سخي. هلا نجرب نشغل نحمل اول شيء نشغله ونشوفه ظل في شيء مشكله الا انتهت المشاكل تبعه. وهذا السلك انقطع. كونك عم تشتغل بجهاز واخذ معك وقت طويل تجي لتشغل بيكون مقطوع هذا السلك. وعليكم السلام. قال لك اهلا وسهلا فيكم. نرجع نكمل. هاي لحمنا شغل. قول بسم الله. كنا تشوفه. ليش ما مخلي الموضوع ثقة وخلاص ما في حاجة. هاي 220 وهلق مباشر يعني مباشر عاطينه. منطفي من شغل. منحمل لمبة. هاي الإنارة واضحة. هاي لمبة. ونحمل كمان جهاز ثاني وثالث. هذا سشوار. هلا طفي مقام نحمل حمل يعني هذا لحد الان ما له حمل يعني واحد وامبير واحد ونص واثنين. هلا بدنا نحمل الحمل حمل باقلاع قوي وطويل اقلاعه طويل وثبات 3 امبير تقريبا 3. فهلا بدنا نوصل على هذا السلك يعني. لانه هذا السلك فيه يتحمل الحمل القوي الثقيل. نقول بسم الله. هذا محرك. حاول
قيس. هذا المحرك فيه مفتاح طرد، فهذا المفتاح بده وقت حاول انه تشوفه الحمل. المقياس هلا هيك اظن انه واضح. هاي AC. بسم الله. طبعا هو 3 إلا ربع الحمل، بس لكن احيانا عم يقيس هيك احيانا. شايفين؟ نصبر عليه. ليوقف المحرك ونرجع منقيس ونشوف. بلكي بنحسن ناخذ القياس الاقلاع. بسم الله. أعطاني قياس غير 5 أمبير بالبداية فقط. أحيانا يعني بدنا نعمل أكثر من محاولة حتى يعطينا القياس الحقيقي. طبعا أنا قايسه 12-13 أمبير أقلاع بداية بس، لكن هذا بيطول لحظة بس، لكن بيطول أكثر من بعض الأجهزة اللي فيها اقلاع. هلق هذا الجهاز اذا شاء الله تعالى جاهز. فرغه ومنطقة الطاقة ما نساه هيك. يعني هلق بامكاننا نسلمه. شوف هيك حرارة. ما في حرارة. ما في أي حرارة أبدا. فهلق هذا الجهاز جاهز. طبعا بالنسبة لهيك جهاز 3 أمبير حمل طبيعي له. حمل عادي. هيك رجعناه لوضعه الطبيعي بالنسبة للمروحة. ما بصير اتركه، لأنه هذا الجهاز يعني مجرد أنك حملته بديش تشغل المروحة، فاتركه هو لحاله. غير هيك في له مقياس للحرارة يعني ليكو هذا السنسور. تمام، اتركه لحاله هو بيشتغل، لا تعملوا هاي التعديلات. اللي عم يعمل هاي التعديلات ما في حاجة، إلا مثلا إذا كانوا طلب خاص يعني من صاحبه إله غاي فهو حر. بس إنه أنت من عندك تجتهد تغير، لا ما في حاجة. هلا هيك بنكون خلصنا. السلام عليكم.